مع إعلان السلطات الإيرانية فوز المرشح إبراهيم رئيسي في الانتخابات، بدأت عملية نقل السلطة في البلاد فعليا، وإجراءات تسليمها تتم حتى الآن وفق الأصول والقانون حسب المسؤولين هنا. الرئيسان المنتخب إبراهيم رئيسي والحالي حسن روحاني يواصلان عقد اللقاءات والمشاورات تمهيدا لتسلم الرئيس الجديد مهماته بشكل رسمي في 3 أغسطس المقبل. لا فرق بين حكومة والحكومة المقبلة، يجب علينا جميعا التعاون مع بعضنا البعض. الانتخابات ركن أساسي من أركان النظام، ومبدأ الجمهورية لا يتحقق من دون انتخابات. إن إجراء الانتخابات بشكل آمن وسالم هو أهم إنجازات الحكومة الحالية، ومشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بالنسبة لنا مهمة جدا. أمام الرئيس المنتخب أسابيع قليلة لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس الشورى لنيل الثقة، حكومة رسم رئيسي ملامحها وطريقة عملها خدمة للناس. على جميع الذين يخدمون الناس أن يعلموا أنه يجب الحفاظ على كرامة الناس، لا يحق لأي أحد أن يمس كرامة الشعب بأي شكل من الأشكال. الشعب صوت لصالح التغيير في البلاد، تغيير لصالح الناس وموائدهم وأشغالهم. لن نسمح أبدا أن يضيع أي حق من حقوق الناس. تثبت طهران عبر التداول السلمي للسلطة ديمقراطية نظامها الإسلامي، تداول يرى مراقبون أنه يدعم قاعدة النظام الشعبية برغم كل التحديات. لا قصر رئاسي يتسلمه رئيس إيران الجديد ولا حقيبة نووية، بل يتسلم قضايا بلد مثقل بالعقوبات وملفات بعضها داخلي بحاجة إلى جراحة عاجلة، والبعض الآخر خارجي بحاجة إلى كم كبير من التجربة والحنكة الدبلوماسية. ملك عابد، طهران، الميادين.